اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحدوته. يا بخت من زار وخفف. اكيد كلنا سمعنا المثل ده قبل كده، ومع التجارب اللي بنمر بيها في الحياه بنقدر المثل ده اكتر واكتر، وبنستوعب ان التواجد الكتير بيقلل من هيبتنا، وان الغياب بيضيف لشعبيتنا، وبنستوعب كمان ان علشان الناس تحبنا وتحترمنا لازم نعرف امتى نظهر وامتى نختفي. صدقوني يا جماعة، أنا بقول لكم الكلام اللي محدش هيقوله لكم. الغياب هو سر من أسرار الهبة والكاريزما، وركن أساسي من أركان الشعبية القوية. فكروا معايا كده، مش أنت لما بتتعشم في الناس زيادة عن اللزوم هتلاقيهم بيتجنبوك؟ لما تكلمهم مش هيردوا، ولما يشوفوك في مكان عام هيعملوا نفسهم مش شايفينك، والوضع هيفضل يسوء لحد ما توصلهم لمرحلة انهم يشوفوك زي اللي في الصورة ده كده بالظبط. استراتيجية الغياب هتنفعك بشكل لا تتخيله، لدرجة ان حياتك هتتغير. هتخليك قادر تتعرف على اي حد مهما كان الشخص ده مين، من غير ما قلبك ما يكون تقيل عليه، فهيبقى دايما مرحب بيك وشعبيتك هتزيد. وفي الاغراء سواء كنت ولد او بنت هتعرف ازاي تخلي الطرف التاني هو اللي يجري وراك. بس علشان نفهم الاستراتيجية دي ونعرف نطبقها، لازم الاول نعرف اللعبة دي بتعتمد على ايه. بمنتهى البساطة، اللعبة بتعتمد على قدرتك في انك تمسك العصاية من النص. طول ما انت موجود، اللي قدامك هيزهق منك وهياخد عنك انطباع انك شخص فاضي. ومش بس كده، ده كمان هيحس انك بتنتهك مساحته الشخصية، وكمان هياخد عنك انطباع انك مؤاخذة يعني رشق له. وعشان كده التواجد لما بيزيد عن حده هتبقى بتقلل من قيمة نفسك، وساعتها مش هيبقى مرحب بيك في اي مكان او في اي قعدة. اي حد في الدنيا عنده ذكاء اجتماعي بيلعب بالاستراتيجية دي. فخلوني اجيب لكم من الاخر واقول لكم الاستراتيجية دي هي محور حلقة النهاردة، والحلقة كلها نبذة من كتاب The Art of Seduction او فن الاغراء، اللي انتوا على طول بتبعتولي عنه على انستجرام عشان اتكلم فيه. اي خدمة. بس خلوا بالكم، الاغراء ما بيحصلش في يوم وليلة، ده ليه مراحل كتيرة قوي. فعشان نختصر، خلونا نقسم المراحل دي لثلاث مراحل. المرحلة الاولى هي انك تظهر وتخلي الناس دريانين بوجودك، سواء كانوا الناس دول البنت اللي عجباك او الولد اللي انت معجبة بيه، او حتى يا سيدي الشلة الروشة اللي انت عايز تتعرف عليها عشان تخرج معاها لحد ما تبقى واحد منهم. طبعا بديهي جدا في المرحلة الاولى دي انك لازم تكون لذيذ مع الناس زيادة عن اللزوم، يعني لازم تخلي قعدتك حلوة، ولازم تخلي وجودك يبقى اقوى من الشمس في عز النهار. المرحلة التانية هي انك تختفي، بس بعد ما تكون وططت علاقتك بالناس دول او بالهدف بتاعك. ولو لازم اقولها يعني، تختفي يعني تنسحب، يعني تبعد، بس في الوقت المناسب. والوقت المناسب ده هو الوقت اللي قبل اللي قدامك ما يزهق منك على طول، او الوقت اللي يحس انك كابس على نفسه، وهو الوقت برضو انك لما تيجي تنفذ عملية اختفائك وتبعد ما تتنسيش. ساعتها بدل الناس ما يحسوا بالارتياح لانهم خلصوا منك، وبدل ما ياخدوا انطباع انك كنت لازق لهم، هتلاقي ان هم اللي بيسألوا عليك وكمان بيطلبوا حضورك. بس ساعتها انت برضو مش هتظهر على فكرة، لازم ياخدوا عنك انطباع انك شخص مش فاضي، وانك مش هتظهر الا لما وقتك انت اللي يسمح. المرحلة التالتة بقى هي انك تظهر بعد اختفائك، بس بعد ما يفوت وقت بقى. لما ترجع تاني هتلاقي الناس كلها بتقولك وحشتنا يا عم، انت مختفي فين؟ ما بتسألش علينا ليه؟ وبكده هتلاقي الناس دي كلها بقت خاتم في صباعك. طبعا الموضوع اعمق من كده بكتير، هقول لكم ازاي ممكن نطبق الكلام ده في حياتنا الشخصيه وبالامثله، بس بعد ما احكي لكم الحدوته. المهم اننا كده حطينا ارضيه للقانون ال16 من كتاب قوانين السلطه ال48 للكاتب روبرت جرين. Use absence to increase respect and honor، يعني استغل الغياب علشان تفرض على الناس انهم يحترموك ويمجدوك لحد ما تبقى نجم بتلمع في السماء. زي اي سلعة في الدنيا، انت برضو كبني ادم ليك قيمة بتحدد سعرك. العربية الهيونداي مثلا في كل مكان، فعادي يعني عربية عادية ما بتجذبش الانتباه، بس الفراري مفيش منها غير اتنين او تلاتة بالكتير، ومن كتر ما هي نادرة قيمتها بتتكلم عن نفسها وبتشد العين على طول. فكروا معايا، طبيعي جدا اننا نشوف اعلانات للعربية الهيونداي على الدائري وعلى كوبري اكتوبر وفي التلفزيون وفي كل حته، مش كده؟ بس هل عمرك شفت اعلان للفراري في التلفزيون او في اي حته اصلا؟ بالظبط كده، وهي دي الفكره، انك تخلي الناس هم اللي يتكلموا عنك بدل انت ما تتكلم عن نفسك، تخليهم هم اللي يطلبوك بدل ما تفرض نفسك عليهم. انت كبني ادم لازم تخلي نفسك زي الفراري، الناس عارفه انك موجود بس مش لاقيينك. ساعتها اللي يقعد معاك هيحس انه قاعد مع نجم، يعني يا بخت من شافك وتشرف بمعرفتك. لكن لو قررت تكون زي الهيونداي هتبقى زيك زي اي حد، الناس عارفة انك موجود بس عادي، يعني صباح الفل، محدش فارق له انت مين اساسا، ومحدش هيبص لك ولا هيحس بوجودك. اللف الكتير والتواجد المستمر هيقلل من قيمتك، يعني طول ما انت متشاف محدش هيعوز يشوفك. فلو انت خلاص في منطقة معينة اتعرفت،
انسحب واختفي بحيث ان الناس يتكلموا عنك ويحسوا بغيابك، فهيحسوا انهم مفتقدينك. فلو انت خلاص اتعرفت، انسحب او اختفي بشكل مؤقت بحيث ان الناس تتكلم عنك ويحسوا انهم مفتقدينك. هتلاقيهم هم اللي بيعملوا لك قيمة من غير انت ما تبذل ذرة مجهود. عموما خلوني زي كل مرة احكي لكم حدوتة بتثبت صحة النظرية دي. كان يا مكان في قديم الزمان بجنوب فرنسا، كان في شاب كده فارس من الفرسان وشاعر من الشعراء وفنان من الفنانين، اسمه سير جيلوم دي جافياك. الراجل ده يا جماعة صوته كان حلو جدا، فعلى طول كانوا بيجيبوه في الحفلات الفاخرة، والراجل ده البنات كلها كانت هتموت عليه، كان نجم يعني. فمرة من المرات بقى وهو بيغني في حفلة اتعملت في قصر من أفخم القصور، قابل واحدة بنته وعجبته اسمها مدام بصوا هو اسمها تقيل شوية، فانا هقول عليها المدام بتاعته وخلاص. المهم سير جيلوم قعد يغني لها ويكتب لها في شعر ويلعب معها شطرنج لحد ما حبته وبجنون. المهم بقى ان الراجل ده كان له صديق اسمه بيير دي بارجاك، كان على طول بيلف معاه وبيحضر معاه الحفلات يعني. بيير ده بقى حب واحدة من نفس القصر وارتبط بيها هو كمان. البنت التانية دي كان اسمها فيرناتا. بيير وفيرناتا حصل بينهم موقف واتخانقوا، فبيير راح لصاحبه الشاعر الفارس الفنان وقال له الحقني يا مان انا بحبها يا مان. وعشان كده الاخ الشاعر الفارس الفنان واخد بعضه ورايح لفيرناتا وقالها ده بيحبك عبيطة، سامحيه بقى وفك بقى من جو الدراما ده. فسامحته ورجعت المية لمجاريها. بعد تصالح بيير بالحتة بتاعته، بيير استوعب ان الصلح بعد الاختلاف بيبقى عامل وكأنه زي كده قصة حب من اول وجديد مليئة بالإثارة. ومن هنا سير جيلوم ابتدى يغير من صاحبه الانتيم. ليه؟ لانه كان مرهف الحس، كان عايز يحس بأحاسيس الرومانسية المتضاعفة دي. فقعد يسأل نفسه احس بالأحاسيس دي ازاي؟ هو مش زرار بدوس عليه يعني، فانا هعمل ايه؟ بس تعت ولقيتها. جيلوم قام واخد بعضه وراح لاسمها ايه دي اللي هي المدام بتاعته، اتخانق معاها وعمل نفسه مقموس، معناها ما عملتلوش اي حاجه خالص. قرر ان هو خلاص هيبطل يبعت لها جوابات حب ويقول لها كلام حلو، وقام واخد بعضه من القصر ومشي ومعبرهاش باي شكل من الاشكال. بس مشي ايه؟ دون سابق اختار ودون ابداء اسباب، وحطه تحت دون ابداء اسباب دي مليون خط احمر. المدام بتاعته بقى في غيابه اتجننت، قعدت تلف وتدور حوالين نفسها وقعدت تسأل نفسها هو ماله اتغير معايا كده ليه؟ هو انا عملت له حاجه؟ قعدت تبعت له في رسائل وتبعت له في مناديب بجوابات، بس الصايع ما عبرهاش. وطبعا في غيابه المدام بتاعته حبته واكتر من الاول بكتير كمان، لانها حست انه بيروح منها. وبعد في الاول ما كان هو اللي بيجري وراها انسحب، فبقت هي اللي بتجري وراه وبتبعت له في جوابات، حست ان كان في كنز في ايديها وراح منها، وكمان حست بالذنب ولامت نفسها مع انها ما عملتش حاجه خالص، بس هو برضه ما عبرهاش. وبعد اشهر كثيره من المحاولات منها فقدت الامل فبطلت تحاول معاه. بعد ما عدى شويه وقت كمان سير جيلوم ابتدى يستوعب انها بطلت تحاول توصل له. قال لنفسه بس هي دلوقتي مش متوقعه ظهوري، اظهر بقى. رجع لها وهي طبعا نزلت على الارض تبوس رجليه وتعتذر له على كل الطرق اللي هي قصرت بيها معاه، برضه هرجع اقول لكم تاني مع انها ما عملتش حاجه خالص، بس بقت خاتم في صباعه. طيب فكرة في ايه؟ الفكرة هي ان الانسان مش بيحس بقيمة اللي معاه غير لما الحاجة اللي عنده دي تبتدي تروح منه، والانسان بطبعه لما بيحس ان في حاجة عنده بتروح منه حتى ولو كان مش بيحب الحاجة دي هيتجنن عليها، لانه فجأة بيحس بقيمتها. هو ده السحر يا جماعة في التلاعب بالظهور وبالغياب. اظهر ووري الناس قد انت شخص لطيف، خليهم يحبوك وخليهم يحبوا القعدة معاك، بس ما تخليش اي حد في الدنيا يحس انه بيملكك. لو الناس حست ان انت مش ملكهم هيحاولوا يملكوه، يعني هيبذلوا مجهود جبار في الجري وراك، يعني انت هتبقى عملت منهم خاتم وهم اللي هيلبسوا نفسهم في صباعك من غير انت ما تعمل حاجه. خلونا بقى نشوف ازاي ممكن نطبق الكلام ده في حياتنا الشخصيه الرومانسيه والاجتماعيه، بس مهم قوي يكون واضح ان الكلام ده موجه للولاد وللبنات مش الولاد بس. هنتكلم في 4 نقط. النقطه الاولى، لما تيجي تقابل واحده وتعجبك انت غالبا هتعمل اللي احنا كلنا كشباب بنعمله، هتاخد بعضك وتروح على صاحبك الانتيم علشان تستشيره في الموضوع. الاهم من كده بقى انك هتلاقي صاحبك الانتيم ده بيعمل اللي كل اصحابنا بيعملوه معانا في المواقف اللي زي دي، هيعملوا نفسهم فاهمين مع انهم حمير اساسا، وهيقولوا لك اتقل اتقل عليها. بص هو بصراحه انت لازم تتقل فعلا، بس في الوقت المناسب مش من اولها. بلاش تبقى مغفل زي وتسمع كلام صاحبك ده، لانه في الاخر هيسوحك وهيوديك في 60 داهية والبنت هتروح منك. لو انت سمعت الكلام وقررت تتقل عليها من اولها عمرها ما هتجري وراك، لانها مش هتبقى حاسه بحاجه من ناحيتك اساسا بما انك جديد عليها. بالعكس بقى
دي هتنساك وهتنسى انها قابلتك، يعني بالنسبة لها هتبقى كأنك كده مش موجود في الوجود أساسا. طيب يا عم فارس قولنا نعمل ايه؟ حاضر هقول لكم. لازم الأول تتكلم معاها كتير، تخرج معاها، تتعرف على أصحابها، تخليها تتعود على وجودك في حياتها، يعني مارس عليها القانون السادس واجذب انتباهها، عايشها في الأحلام لمدة شهرين ثلاثة كده لحد ما تتعلق بيك، أو بمعنى أصح لما تكون بقيت جزء من حياتها اليومية. أنت بقى لازم تركز، أول ما تحس إنها معجبة بيك أو ابتدت تتعلق بيك لازم تتقل عليها فورا قبل ما تزهق منه. يعني مثلا لما تبعت لك رسالة ما تردش على طول، حسسها انك مشغول وانك وراك حاجات كتير جدا في حياتك غيرها، وخليها تحس انك مش في جيبها، مش اول ما تعوزك هتلاقيك. يعني خليها تسأل نفسها السؤال ده، هو اتغير معايا كده ليه؟ ساعتها بقى الاغراء هيبتدي يشتغل، لانها هتفكر فيك كتير قوي، وطبعا ده بما انها هتحاول تفهم تصرفاتك علشان تعرف انت عايز منها ايه. بعد كده انت هتمارس عليها القانون الثالث وتخفي نيتك تماما، ما تخليهاش تقدر تفهمك وما تعرفهاش انت عايز منها ايه. ليه؟ علشان الاغراء يفضل عايش. اوعى تكون فاكر انها هتزعل منك وكرامتها هتيجي عليها، فنتيجة لده هتقفل تليفونها وتبعد عنك وتبطل تحاول توصل لك، فتبقى كده العلاقة اللي بينكم ماتت. بالعكس، دي هتجري وراك بسرعة 200 كيلو في الساعة يا اذكى اخواتك، لانها هتحس ان جمالها وحلاوتها وانوثتها مبقوش مأثرين عليك، فبالنسبة لها الموضوع هيقلب لمسألة انها تجيبك لحد عندها. يعني مش بس هتدور عليك، دي كمان هتجري وراك. بس المهم يا عبقري انها لما تيجي تدور عليك ما تلاقيكش، يختفي لك اسبوع كده، خد لك يا عم اسبوع في الجونة في جمصة كده، يعني دلع نفسك. المهم ان بالنسبة لها الاختفاء يبقى من غير سبب، ما تبقاش عارف انت مختفي فين وليه. خليها تتجنن عليك وتقلق عليك وتدعي ربنا انك تظهر تاني، جوعها عشان لما تظهر تاني تلاقي ان قيمتك عندها تضاعفت. طول ما انت حاطط مسافة بينك وبينها هي هتفكر فيك اكتر واكتر وهتتعلق بيك اكتر واكتر. انت كده مش بتبعدها عنك، انت كده بتربطها بيك. هو الاغراء كده، المسافة اللي انت بتحطها بينك وبينها هتخليها تقرب منك مش تبعد عنك. وزي ما قلتلكوا قبل كده، لو جريت ورا الضلة في الشمس هتلاقيها بتجري منك، لكن لو اديت ظهرك للضلة دي وطلعت تجري منها هتلاقيها بتجري وراك. قبل ما ندخل في النقطة التانية، مهم قوي أأكد تاني إن الكلام ده موجه للولاد وللبنات مش للولاد بس. النقطة التانية، هل أنت من الناس الطيبين؟ الناس اللي بيسألوا نفسهم ليه البنت اللي عجباهم مش بتبادلهم الحب أو حتى الإعجاب ده؟ لأ، وكمان بتبعد عنهم وتتقل عليهم مع إنهم ولاد ناس قوي وبيعاملوها بالحسنة ودايما موجودين تحت أي ظرف من الظروف؟ هل أنت من الناس الطيبين؟ يعني مثلا هل انت الشخص اللي لما البنت تبعت لك رسالة هترد عليها على طول، لكن لما تيجي انت تبعت لها تلاقيها بترد عليك ببرود وبالليل، ده اذا ردت عليك اساسا؟ يا حبيبي البنت مش عايزة واحد واقف لها، ما اللي واقفين لها في الطابور كتير. البنت عايزة واحد تجري وراه ويجري وراها، واحد يحسسها بالاثارة. البنت عايزة واحد تحس انها مفتقداه وبتشتاق له. فاسأل نفسك بقى، يا ترى انت هتوحشها ازاي لما انت على طول واقف لها زي العسكري كده؟ ما تقلقش هقول لك تعمل ايه يا طيب. هنا انت لازم توريها الصفات الحلوه دي، بس توريها مجرد نبذه من الدلع اللي انت ممكن تدلعه لها، نبذه يعني، ما تتطوعش بكرمك ده على طول، ما تعتقدش ان انت كده هتبقى جنتلمان. اعتبر اهتمامك ليها عامل زي ازازه الميه، وفي نفس الوقت اعتبرها عطشانه. لو اديت لها ازازه الميه كلها خلاص هي شربت، فمش هتبقى محتاجه لك في حاجه وهتكمل مشوارها اللي كانت ماشيه فيه. لكن لو انت طلعت ازازه الميه دي وديت لها بق واحد بس وبعد كده اختفيت، هتلاقيها هي اللي بتجري وراك علشان تاخد بق تاني، علشان تدوق طعم المتعة اللي انت مستعد تقدمه لها. خليها هي اللي تطلب اهتمامك، ما تفرضش عليها انها تهتم بيك، لان يا جماعة الاهتمام ما بيطلبش، ولا تبالغ في العطاء فيفرض. ممكن تبقى حاسس انك جنتلمان لو بتتصرف بالشكل التحفة ده مع البنت على طول، بس طول ما انت ما متواجد عمرها ما هتحس انك وحشها، عشان كده لازم كل شوية تغيب. فديها بق المية ده واختفي، اخلع، خليها هي اللي تدور عليك علشان تبل رئها، بدل ما انت عامل زي الخدم اللي واقف بإزازة المية وبتقولها تحب تشربي مية يا هانم وانت عارف انها اصلا مش عطشانة. وقبل ما ادخل في النقطة التالتة، فعايز اوضح تاني ان الكلام ده البنات ممكن يطبقوه مع الولاد عادي، الكلام موجه للولاد والبنات مش الولاد بس، احنا ما عندناش عنصرية هنا في البرنامج. النقطة التالتة، لما تبقى عايز تتعرف على شلة جديدة يعرفوا بعض من زمان بس انت عايز ده يكون مكانك برضو، اظهر عادي مرة واثنين وثلاثة. اظهر وفي المرة الأولى وطد علاقتك بنفر أو اثنين منهم، وفي المرة الثانية وطد علاقتك بنفرين غيرهم، وهكذا. خليهم يحبوك
شوف ايه هي الحاجة اللي هم بيحبوها واتكلم معاهم فيها. خليهم يدركوا ان انت مش مقطوع من شجرة وانك قاعد معهم بس علشان تغير جو مش عشان انت لازق لهم. خليك موجود معاهم لحد ما يبقى العادي انك موجود. ليه؟ علشان تبقى عارف انهم خلاص حاسين بيك وداريانين بوجودك، فبينهم وبين بعض يبتدوا يتكلموا عليك. بعد كده بقى اخلع تماما، اخرج مع شلة تانية ونزل ستوريهات مع الناس دي. خلي الشلة الاولانية يشوفوك مع ناس تانية علشان يعرفوا انك شخص مرغوب فيه وانك فعلا مش مقطوع من شجرة. اديهم انطباع ان شعبيتك قوية في كل مكان وانك عندك علاقات كتير. هتلاقيهم بيتكلموا عنك وبيقولوا هو احمد بطل يجي ليه؟ ده انسان دمه خفيف وقعدته كانت حلوة والله. فلما يحسوا بغيابك هيكلموك عشان تروح لهم، ما انت هتبقى وحشتهم. فالمرة دي لما تبقى رايح تقعد معاهم هيبقوا خلاص مرحبين بيك في مكانك، لانك خلاص ما بقيتش فارض نفسك عليهم وبقيت واحد منهم. هتبقى خلاص بقيت واحد من الشلة بعد ما كنت ضيف. بصوا يا جماعة، هو الغياب عامل زي الموت. الموت بيولد التقدير والاحترام للميت. الانسان لما بيموت بنذكر محاسنه وبنتكلم عنه بكل صفاته الكويسة حتى لو كنا بنكرهه. بنقول الله يرحمه ده كان طيب والله، وبنفتكر خلافاتنا معاهم وسوء ظننا فيهم وبنعاتب نفسنا على ده. الغياب بقى عامل زي وفاة قبل الوفاة، بس وفاة تقدر ترجع منها تاني. فلما ترجع هيبقى بالنسبة للناس انت بعثت للحياة من جديد. هتلاقيهم فرشين لك سجاجيد حمراء وانت بتقرب منهم، وهتلاقي نفسك بتتشال فوق الرؤوس كلها. وزي ما قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات، لما الناس تقول هو انت ما بتسألش عليا ليه، احسن بكتير ما يقولوا لك او يقولوا لنفسهم بينهم وبين بعض يا دي النيلة ده جه تاني. النقطة الرابعة والأخيرة، لما يبقى في شخص بيستغلك وانت عارف انه بيستغلك، هدده ببعدك عنه وابعد فعلا. ساعتها هو هيحس بالذنب وهيعرف انه قصر معاك، وبعد كده طريقة التعامل اللي بينكوا هتبقى بالشروط اللي انت هتحددها، فهيبقى هو اللي بقى خاتم في صباعك بعد ما كان هو عايش العمر كله متخيل ان انت اللي هتبقى طول الوقت خاتم في صباعه. في ايدك تماما على فكرة انك تخلي الناس يتعاملوا معاك بالطريقة اللي انت عايزها. كل اللي انت محتاج تعمله هو انك تحاسس اللي قدامك انه ممكن يخسرك. فجأة كده هتلاقيه بيقدرك وبيستسلم لك كمان. سؤال يا جماعة، هو احنا ليه بنقدر الشمس؟ لانها موجودة بس مش على طول. بالليل بنحس بقيمة نورها في الضلمة، وفي الشتاء بنحس بقيمة حرارتها لما نفتكر هي ازاي في الصيف كانت بتدفينا. فخليك عامل زي الشمس، موجود بس مش على طول، او على طول موجود بس في اماكن مختلفة، مش في مكان واحد ومش مع نفس الناس. فلما تخرج مع شلة وبعد كده تغيب عنها بما انك مسحول مع شلة تانية، انت كده تبقى ضربت عصفورين بحجر واحد، لانك هتبقى كسبت الشلتين مش شلة واحدة بس. ما هو انت لو غايب مع دول هتبقى مع دول، ولو انت مع دول هتبقى غايب عن دول. هو ده سر الشعبية، انك تبقى موجود في كل مكان بس برضو في نفس الوقت مش موجود. الناس عايزاك بس مش قادرين يجيبوك. بس خلوا بالكوا يا جماعة، تحذير، القانون ده ليه استثناء مهم جدا. زي ما قلت قبل كده، محدش هيحس بغيابك إلا لما يحسوا بحضورك الأول. لو خلعت بدري هتتنسي، لكن لو أثبتت وجودك، يعني أثبتت إن أنت معك إزازة المية، هتلاقي كل العطشانين بيتلموا عليك علشان يشربوا. وبكده خلصت الحلقة النهاردة. أشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. توتا توتا، خلصت الحدوتة. محمد فارس، سلام عليكم.